هل أثر يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا ابن الخطاب؟ هذا الكلام لا أعرف له سندا ثابتا، وفضلا عن ذلك فهو مخالف للوارد عن رسول الله وللوارد عن عمر بأسانيد صحاح من الأخذ بالأسباب. فعمر كان له حاجب كما في الصحيح، حاجب يدخل الناس بإذن أو يمنع من يريد الدخول، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستأذن عليه، عمر ذهب يستأذن رباح، وعلي كان عنده حرس. ويا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أما أن الشخص ينام ويظن أن ليس له أعداء أبدا، لا، كلام خطأ، لأنه أكرم من عمر رسول الله. وربنا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالذين يتكلمون بمثل هذه الآثار أولا لا يتحرون صحة الأسانيد ولا يعرفونها، ثانيا قصص تتداول مخالفة لما في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، مخالفة أيضا لهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الرسول يقول ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فجاء سعد بن أبي وقاص